تمام كده. كده الكاميرات بتاعتنا خلصت تمام. ممكن ان انت بقى تروح جاي عامل سيلكت اول وتقوم قايل اديت اديت لاين ديفايد فريم بريك ات انترسكشن كده. انت قلت له ايه بقى بريك ات انترسكشن؟ يعني عند كل تقاطع اقطع لي كاميرا. فهو مسك الكاميرا دي تقاطعها مع الاحداث اللي كان هنا، راح فصلها لك من عنده. كذلك دي، تعال شوف اللي تحت اتفصلت اهي برضو، تعال شوف دولت فصلهم. فانا قصدي ان انت مش لازم ترسم الكاميرا دي مظبوطة كده، وبعدين دي كده، وبعدين دي كده، وبعدين دي كده، ودي كده. لا، انت ممكن تقفل دي خط على طول، ودي خط على طول، ودي كده، ودي كده بالامر الاولاني ده. وممكن تشد دي برضو خط كده، ودي خط كده، ودي خط كامل كده. وبعدين تقوم قايل للساب قطعهم لي بقى، تعال عند كل تقاطع وافصلهم عن بعض، ميز دي عن دي كده، ودي عن دي كده، ودي عن دي كده. تمام كده. هنيجي بعد كده نرسم البلاطات. عندنا الامر الاولاني الدرو بولي اريا، ده بنرسم بيه البلاطه لو شكلها غير منتظم، بلاطه طالعه بكيرف كده او مستطيل او اي حاجه. تمام. هنيجي بقى بعد كده هنعمل ايه. تعال نشوف الامر ده. اول حاجة الامر ده لازم تحدد 4 نقط للبلاطة. تعال نشوف كده. اهو سوليد سلاب 12. لازم بص تحدد النقطة دي، بعدين النقطة دي، بعدين النقطة دي، وبعدين النقطة دي، وترجع على النقطة اللي انت بادئ منها. تاني ادي النقطة التانية التالتة، ولازم ترجع على النقطة اللي انت راجع من بادئ منها. امر زي ده طبعا ممل، مش هينفع تشتغل بيه. تمام. طيب ايه بقى الامر اللي احسن منه؟ بص انت ممكن تجيب الامر ده اللي هو درو الاريا، تختار من هنا الركن ده والركن ده كده كده، راح رسم لك البلاطه دي. تعال نجربه تاني، تدوس على الركن ده تفضل دايس كليك شمال وتسحب، وتيجي عند الركن التاني تدوس عليه كليك شمال راح رسمها. طب في حاجه اسرع من الاتنين؟ اقول لك الكويك درو اريا. هتدوس جوه البلاطه بس، هتدوس جوه البلاطه بس، هتدوس جوه البلاطه بس. طب يا باشمهندس انا ايه اللي اكد لي ان البلاطات دي اترسمت؟ هقول لك انت مش واخد بالك ان لونها بقى احمر. طب افرض يا باشمهندس انا متلخبط، اقول لك شايف علامه الصح دي، دوس عليها. تعالى هنا اختار في الاوبجكت، دوس اوكي، ادي البلاطات بتاعتك اهي. هتقولي طب انت ليه ما رسمتش بلاطه هنا؟ اقول لك عشان هنا كان سلم يا باشمهندس. هتقولي طب فين الكابولي؟ اقول لك فاتت علينا الحته دي، احنا المفروض في اتجاه اكس نزود هنا كمان احداثي، يعني ندوس هنا كليك يمين ونقول ايديت جريد داتا، بعدين نروح قايلين موديفاي، وبعدين نيجي على السبيسنج، مفروض ان دي نقول 1.5 ودي نقول 0، ونسمي دي 5. تمام كده. تمام، قول له اوكي. اوكي هنا ادك كابولي هنا كده. خلي بالك انت لو جبت الثري دي هتلاقي الاوامر دي اتطفت، لو جبت اكس زد او واي زد. لازم تجيب اكس واي عشان تعرف ترسم البلاطات دي كويس. فلو لقيت دولت مطفيين تروح جايب اكس واي هتلاقيهم منوروا تاني. تمام. هتيجي هنرسمها ازاي بالكويك، وهندوس هنا بس. هتقول لي يا باشمهندس طب اختارها لي كده، هقول لك ادينا اخترناها. هتقول لي دوس لي عليها كليك يمين، هقول لك اهو
بص مكتوب ايه، سوليد سلاب 12 سنتي، بس الكابولي ما كانش 12، ده كان 15 يا باشمهندس. اقول لك طب دوس عليه كليك شمال، اعمل اساين اريا سيكشن، اختار 15 سنتي، قول له اوكي. شوف بقى راح كاتب لك ايه، ان دي 12 وان دي 12 وان دي 12 ودي 12 ودي 12 ودي 15 سنتي. يبقى انا كده عرفت البلاطات. طيب لو انا عايز اظهر قطاع كل حاجة واشوف من ديسبلاي، اعمل شو مسك اساين واقول له اريا او فريم على حسب. اريا دي لو انا عايز اشوف بلاطة، فريم لو عايز اشوف كاميرا او عمود، اقول له اوكي. شوف لما انا اخترت فريم قال لك ان كل دولت 25 في 70، ده لو عايز تشيك يعني انت مدخل القطاعات صح، وقال لك ان دولت 12 في 70. طيب ممكن ديسبلاي شو مسك اساين اريا وادوس اوكي، راح جاب لك البلاطات بس. طيب فاضل ايه؟ تمام كده، فاضل ايه بقى؟ فاضل ان انا ادخل الاحمال على كل عنصر، بمعنى ان انا اروح جاي مثلا عامل سيلكت اول. هتقول لي يا باشمهندس استنى، انت عملت سيلكت اول ده انت كده اخترت الكاميرات بالبلاطات بكل حاجة. هقول لك بس اهدى بس انت ايه. بص احنا 3 قوائم اساسيين اللي عايزك تتعلم عليهم في برنامج الساب. اول قائمة اللي هي ديفاين، القائمة دي بتعرف منها السكاشن بتاعتك اللي هي كاميرا او عمود، او لو عايز تعرف بلاطة كمان ممكن تعرف منها الكوردينيت سيستم اللي هي الجريدات اللي احنا عملناها، كمان ممكن تعرف منها اللود باترن اللي هو الديد واللايف والول والحاجات دي، كمان ممكن تعمل منها لود كومباينيشن. لود كومباينيشن دي اللي هي ايه، هقول لك اهو، هتدوس ركز معايا، ديفاين لود كومباينيشن، هتقوم قايل اد نيو كومبو. فاكرين حالة الالتيميت اللي هي الديد لود في كام؟ 1 و4 اهو، واللايف لود في بكام؟ ب1 و6 تمام، والول حمل ميت ولا حمل حي؟ حمل ميت، يبقى 1 و4. الفلور كفر التشطيبات حمل ميت برضو، يبقى 1 و4، يبقى كل 1 و4 ما عدا اللايف لود ب1 و6. دي قائمة ديفاين اللي أنا عايزك تعرف. تاني قائمة مهمة اللي هي السيلكت، سيلكت بروبرتيز، ده لو أنت عايز تختار حاجة. فريم سيكشن، شوف لو أنا قلت له أنا عايز الكاميرات 12 في 70 هيختارهم لك هم. طب اطلع كده، اطلع من الأمر بسكيب، اسكيب تروح مطلعات من الأمر. تعال نجرب تاني، سيلكت بروبرتيز، فريم سيكشن 25 في 70 راح مختارهم لك في ثواني. طيب تعال سيلكت بروبرتيز اريا سيكشن، يعني هختار بلاطات. لو قلت له سوليد 12 سنتي هروح محدد لك البلاطات السوليد. تاني سيلكت بروبرتيز اريا سيكشن، لو قلت له 15 سنتي حدد لك الكابولي. وصلت؟ يبقى دي القايمة دي مهمة جدا. طيب